تفضل أخي صالح معنا على الخط، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، ارفع صوتك صالح. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. عليكم السلام. عندي سؤال. جدتي كانت مسافر، دائما تسافر عند إخوانها، عند إخوانها وبناتها وعيالها، يعني لها كل شهر تروح لم أحد. وكان جدي يعني على قيد الحياة، وهو ساكن عند خالي. لما توفى جدي ما جلست عند خالي، ذا اللي توفى عند جدي، جلست عند خالتي الثانية، وقعدت تنقل من بيت خالي إلى خالي. هل يجوز هذا يا شيخ ولا لا؟ وهي جاهلة يعني للعلم، ولا تسمع الكلام، وكبيرة بس. أولا المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه. لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، هذا أولا. ثانيا المتوفى عنها تلزم السكنة في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه، لأن هذا من أحكام الإحداد في العدة، ولا تخرج منه إلا لسبب لا تستطيع البقاء معه، كأن يكون مستاجرا وتنتهي الإجارة ويخرجها صاحب البيت، أو أنها تستوحش في البيت وتذهب إلى بيت تطمئن فيه. فإذا كان لانتقالها من بيت الزوجية في عدة الوفاة سبب شرعي فلا بأس أن تنتقل منه، وإلا فإنها يجب أن تمكث فيه حتى تنتهي العدة، قوله صلى الله عليه وسلم للمتوفى عنها: أمكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم.